الدكتور اسحاق، برضو شركات الاتصالات المصريه قالت في نفس التوقيت ان هي هتعمل ابراج للتغطيه بالقرب من الحدود، هل ده جايز اصلا انه التغطيه تصل بالفعل لقطاع غزه ويكون فيه اتصالات؟ يعني احنا في لاحظنا كمان انه مش بس يعني التعدد، لاحظنا انه التغطيه من الشبكات المصريه يعني بينت في كثير من المواقع المتاخمه للحدود، وهذا كان يعني احد اسباب تراجع الاحتلال، انه يعني الشركات المصريه والاخوه على المستوى الرسمي في جمهوريه مصر العربيه استجابوا لندائنا في عمليه تقويه بث الشبكات في اتجاه الاراضي الفلسطينيه. على المستوى الرسمي يا دكتور، يعني كان في اتصال بينكم وبين وزاره الاتصالات المصريه؟ طبعا كان لي حديث من اول ساعه في قطع المسارات الدوليه مع معالي الدكتور طلعت عمرو طلعت، وطلبت منه تقويه بث الشبكات وفتح خدمات التجوال الرومينج للشرائح من الشركات الفلسطينيه اللي بيملكها معظم المواطنين في قطاع غزه. هذا الامر يعني على الاقل يعطينا يعني فسحه بانه المناطق المتاخمه للحدود المصريه يقدر المواطن يتواصل، يستخدم الانترنت وما الى ذلك من الخدمات. احنا كان هدفنا انه يكون عندنا اكثر من وسيله للتواصل مع العالم الخارجي حتى ما تغيب صوره الدمار وامكانيه الاستغاثه عن اهلنا في قطاع غزه. اعتقد انه هذا كان احد الاسباب في تراجع الاحتلال ووصله للمسارات الدوليه حتى ما يتحكم هو لوحده في المشهد.